cours de DEC, on va y construire des thérapeutiques, et construire des ateliers de traitage, des ateliers de montage, des ateliers de FNWD, les ateliers de Mekhliotche, tu vois, programme. Arrêtez, Inch'Allah! On a les artistes du Maghreb, les artistes de Tunis, les artistes de Burkina Faso, des artistes d'Allemagne, des artistes de France, des artistes de Palestine. واش الدريات؟ واش الدراري؟ هارد زازات فيستيفال ديال الهارد كور. الفيستيفال ديال الهارد كور كيبدا من 2015 وهادي ليديسيون الرابعة واللي غتكون من 28 مارس حتى 1 ابريل 2018. الدخلة فابور. يلاه اجيو. هارد زازات هو واحد الفيستيفال تيتنظم بواحد الطريقه ديفيرون. هو اننا ما عندناش دوك الطرق الكلاسيكيه ديال تكون عندك جمعيه ولا شي كادر جوريديك باش تقدر تنظم واحد المظاهره ثقافيه. حنا فقط كوليكتيف اللي تجمعنا بيناتنا. حنا دي زاماتور ديال الموسيقى مع دي زاكتور كولتورال اللي عزيز علينا واحد ديسيبلين ارتستيك، وقررنا ان كل عام غنخلقوا واحد الفيستيفال. دو ات يور سيلف. والفينونسمون حتى هو في طريقه مختلفه، هو اننا نتمولوا الفيستيفال عن طريق لي كونسيرت سوتيان في المغرب وفي دول اخرى، وعن طريق الجراوند فاوندينغ هو تنطلبوا الفلوس في انترنت من عند الناس اللي بغاو يسيبورتيو البروجي ديالنا، وعن طريق تنطلبوا دي فينونسمون من عند دي زورغانيزاسيون بوت نون لوكراتيف اللي تيقدو يعاونونا يا اما بالفلوس يا اما بالتوسكي لوجيسيال ماتيريال ولا شي حاجه بحال هكا. يسوع امبارح كانوا عندنا زياره لبسوها تهمه ارض مقدس ومهد الاديان، كلك فهم التوراه اجت من اليمن مش من الشام، اصابع مخالفه بترسم شعارات على الحيط، امبارح كنا بتحقيق والشرطه بتسلم عليك. تنتجنبوا الفينونسمون من عند الشركات الكبار واللي الهدف ديالهم هو الربح، حيت الفيستيفال هو اصلا فيستيفال بونك اللي تنظم من الناس من الموفمون بونك ديال المغرب، والمبادئ ديالنا هو حنا ضد الكابيتاليزم. الوغ ما نقدوش نقبلوا اننا نعاونوا الكابيتاليزم في خلق ديك البروباغاندا ديالو. I never thought of myself as a complex man or as someone who was really that hard to understand. Though it would hardly take a genius to realize that I've always been a lot too arrogant and a little too fucking wise. I was a combination that made a lot of folks feel duty bound to do whatever they could to try and shoot me down, to head off some of the things that I might possibly say, to see if they couldn't take some of my pride away, to bring me disappointment and teach me to fear it. بالنسبة للسبريت دي اي واي تقدر يخليك محصور من ناحية ديال الامكانيات، يعني انك تتحاول تخدم فيه بالموين دبور وتا لا قلبتي ولا جمعتي فينونسمون باش يكونوش دي فينونسمون كبار، هذا هو اللي نقدروا نقولوا العائق ديالو. ولاني اللي مزيان في دي اي واي هو انك تقدر تبقى انديبوندون فريمون، لا ديسيزيون الاولى والاخرى تكون ديال الجروب ديال الكوليكتيف، وما تيكونش ما تيتدخل فينا حتى شي واحد اللي يقدر يبدل في لي ديسيزيون ديالنا ولا في البروغراماسيون ديالنا ولا في لي تيماتيك اللي بغينا نديرو ولا على اي حاجه بغينا ناخذوها كديسيزيون. الطريقه التقليديه هذه طريقه هذا الجدود ديالنا اللي ها انت وليد باش نحيدو نديرو بحال خارجه من الماكينه. هاك عطيتها هذه، هي هي حنايا ليغالايز ماريوانا. نهار الاولى تكون لي فيرتيو فيها سبيكتاك ديال السيرك ديال كولو كولو من المغرب ولي فونفار لي ميتيورس من فرنسا، فهمتي السو؟ وغنبداو مع هادشي يكون مع الثلاثه فهمتي، ومع الخمسه غنبداو غيكون بديه بجروب فيوزيون لوكال ياك، ومن بعد يكون يونيتاي يونيتي من تونيزيا، ومن بعد نتوما هاد زازات هي ريزيستونس ديال واحد لي جون اللي ما تيمشيوش للثقافه السائده لا كولتور دو ماس. هارد زازات باش مختلف هو اننا ما تنحاولوش نفيزيو نفس لي زارتيست اللي هما اصلا معروفين عند البوبليك دماس، اللي هما اصلا تيتانفيتيو من عند الدوله، اللي هما ديجا عندهم بلاصتهم في لي فيستيفال معروفين في المغرب. هارد زازات هو اكثر واحد فيستيفال من ديور الناس اللي ما تتعيطوش ليهم في
في الفيستيفالات ديال الدوله، الناس اللي واقيلا ما تيديروش ما عندهمش نفس لي ديمارش ارتستيك شنو مطلوب في المارشي دار في المغرب، اللي تلقاو راسهم انهم يا اما تيتسونسوراو يا اما تيتداروا في الهامش لانهم تيموتوا. هارد زازات هي واحد لاسباس ديال هاد الناس اللي تيختار يدير بلاصه الكولتور تنديروا الكونتر كولتور ديال هاد The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.